السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. شبكات مترابطة تكمل إحداها الأخرى، لعبت كل منها دورا مهما داخل داعش الإجرامي وهيكليته العقدية. ظن الهالك البغدادي أنها ستكون وحجية لا يمكن فك رموزها، لكنها كانت أهون من أن تصعب على أبطال الجهاز الاستخباري بصنوفه كافة. وفي محافظة ديالى كان أبطال مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية الحارس الأمين للمحافظة، ربطوا خيوط التنظيم وعناصره، فككوا مفارزه وضربوا أوكاره في الجبال والبحيرات والبزايز، ولاحقوا فلوله المتخفين تحت عباءة النازحين في كركوك ونينوى وصلاح الدين. واليوم نعرض على حضراتكم أحد عناصر تنظيم داعش الإجرامي، عمل ضمن قاطع السعدية وتنقل بين ديالى وكركوك، بايع داعش الإجرامي عام 2014. هو نجل الإرهاب المكنى أبو حمودي، أحد قيادي التنظيم الإرهابي في ديالى، وشقيق أحد الانتحاريين ممن فجع على يده العديد من العائلات في منطقة شفتة وسط بعقوبة بعد تفجير نفسه. واليوم من داخل موقع احتجازه يتحدث عن كيفية انتمائه والقواطع التي عمل فيها وما هي أهم العمليات الإجرامية التي شارك فيها حتى لحظة إلقاء القبض عليه، وكيف كان شاهداً على جريمة قتل الصيادين الثلاثة في بحيرة حمري. إلى ذلك نسترعى الانتباه. الإرهابي أحمد حسن محمود خلف من مواليد 1993، انتمى لعصابات داعش الإجرامية عام 2014، كني داخل التنظيم أبو فرح، عمل بصفة جندي في العديد من قواطع ديالى، وألقي القبض عليه عام 2020. عمل في قاطع السعدية ضمن ما يسمى ولاية ديالى، ثم انتقل للعمل في قاطع خالد بن الوليد، ثم قاطع الحويجة في كركوك مع ما يعرف داخل التنظيم بفرقة القادسية. انتقل بعدها للعمل في منطقة عجيلي وعلاس، ثم عاد لديالى مرة أخرى بعد تحرير الحويجة وكامل محافظة صلاح الدين. شارك الإرهابي المكنى أبو فرح في العديد من العمليات الإرهابية، منها استهداف البيشمركة المتواجدة في معمل الجص قرب جلولاء، والهجوم على القوات الأمنية في جبال علاس وغيرها من العمليات. في عام 2014 اجتاح داعش الإجرامي العديد من المدن في محافظة ديالى، منها ناحية السعدية. حينها بايع الإرهابي أحمد حسن محمود وشقيقه التنظيم الإرهابي، مستمدا رغبته من والده المكنى داخل التنظيم أبو حمودي الذي عمل مع التنظيمات الإرهابية ما قبل حزيران 2014. كلف الإرهابي المكنى أبو فرح بالمرابطة مع أحدى مفارز التنظيم في ذات المنطقة بهدف فرض سيطرتهم على مداخلها ومخارجها بشكل كامل. وهنا يحكي الإرهاب المكنى أبو فرح كل تلك الحكاية. اسمك؟ أحمد حسن محمود خلف. مواليدك؟ مواليدي 1993. السكن؟ السكن الحالي كركوك حي العروبة، والقديم قرية البقعيد منطقة الطبج التابع ناحية جلولة. التنظيم تنتمي له؟ تنظيم الدولة الإسلامية. الولاية؟ ولاية ديالى. القاطع؟ قاطع خالد بن الوليد. لقبك بالتنظيم؟ لقب التنظيم أبو فرح. المنصب؟ المنصب جندي. تاريخ اعتقالك؟
تاريخ اعتقالي 7/1/2020. تاريخ انتمائك؟ شهر 7/2014. هسه اريدك تحدثنا عن كيفية انتمائك الى تنظيم داعش. نعم. لما جاء تنظيم داعش للمنطقة طبيها والجيش انسحب، سيطر على المنطقة كلها، السعدية وجلولة والطبج. بديك الفترة احنا طلعنا صرنا وياهم، وحطونا بنقطة قرية جمويلة يسمونها. يا سنة؟ سنة هو 2014 شهر 7. بقينا بهاي النقطة، وجي علينا أبو صديق. أبو صديق كان هو العسكري بذاك الوقت، جي علينا أخذ من عندنا بيعة، فبايعنا بذاك بايعنا انتمينا بذيك الفترة. أفراد المجموعة مالتي؟ أفراد المجموعة مالتي كانت أبو زهرة، أبو ناصر، أبو عبد العزيز، أبو أيوب الهندي، عبد علوان، وأبويا حسن محمود. ساهم الإرهابي وأحمد حسن محمود في تشكيل أيديولوجية أولاده الثلاثة، أحمد المكنى أبو فرح، والإرهابي ياسين المكنى أبو حيدر، الذي فجر جسده العفن في منطقة شفتة وسط بعقوبة، والثالث الإرهابي سياف الذي قتل بضربة جوية في قضاء القائم، حيث بايع الثلاثة التنظيم عن قناعة كاملة بعقائده التكفيرية التي زرعها والدهم المكنى أبو حمودي في عقولهم، فعملوا مع التنظيم الإجرامي حتى لحظة إلقاء القبض على الإرهابي أحمد، بينما لقي شقيقاه حتفهما في مكانين مختلفين. تشيل على أخوتك، من أخوتك؟ أخوتي سياف حسن هو انقتل بالقائم ضربة طيارة، وأخوي الثاني اسمه ياسين حسن اللي هو فجر نفسه بمنطقة الشفتة. وين هاي منطقة الشفتة؟ بعقوبة بديالة. يا سنة؟ سنة 2016 تقريبا. دي العاشر من أيار عام 2016، المكان منطقة شفتة وسط بعقوبة، مركز محافظة ديالى. هز المدينة صوت انفجار مدون، عملية إجرامية نفذها تنظيم داعش الإرهابي مستهدفا مطعما شعبيا في سوق منطقة شفتة بعجلة مفخخة نوع ستاركس بيضاء اللون. حينها أعلنت شرطة ديالى عن استشهاد 12 شخصا وإصابة أكثر من 40 بجروح متفاوتة. تنظيم داعش الإجرامي أعلن حينها مسؤوليته عن العملية الإرهابية، وأطلق لقب أبو سياف الأنصاري على منفذي تلك العملية، لكن أبطال مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية كشفوا عن الهوية الحقيقية لمنفذ العملية الإرهابية، وهو الإرهابي ياسين حسن محمود المكنى أبو حيدر، شقيق الإرهابي أحمد حسن المكنى أبو فرح، والذي تطوع بمحض إرادته ورغبته لمفارز الانتحاريين في سبيل تفجير نفسه، وكان له ذلك. جهز الإرهاب الانتحاري ياسين حسن بالعجلة المفخخة من قبل الإرهاب المكنى أبو أحمد مركزية، المسؤول الرئيس عن نقل الانتحاريين خارج وداخل العراق، حيث قاد الإرهاب الانتحاري صاحب العجلة من منطقة علاس نحو طريق مطيبيجة، وصولاً لمنطقة الهدف شفتة وسط بعقوبة. وعن تلك العملية الإرهابية يتحدث الإرهابي أحمد علي إسماعيل المكنى أبو ياسر، الذي عمل مرافقاً لوالده المكنى أبو أحمد مركزية، والذي عرضنا اعترافاته في حلقات سابقة، وهو يكشف هوية الجاني وكيف تم نقل العجلة المفخخة ومن خطط وجهز لكل ذلك. الانتحار الثاني وهو من أهالي ديالى، وهو يدعى ياسين، الاسم الحقيقي هو ياسين، يدعى يكنى في التنظيم أبو حيدر، اسمه كامل ياسين حسن محمود خلف، من أهالي ديالى، وهو أيضا عنصر في التنظيم. قام بطلب إلى تنفيذ عملية انتحارية
وقام الذهاب إلى أبي، وأبي قام بتسليمه من بعد جلبه إلى المضافة، بتسليمه إلى أيضا هو الشخص المدعى الذي يدعى أبو سعد السمين. وتم تجهيز سيارة نوع ستاركس لون أبيض أيضا في منطقة علاس، وتم من خلال منطقة علاس مرورا إلى منطقة بطيبيجة، تم سلك الطريق العام والدخول إلى محافظة ديالة بالتحديد منطقة بعقوبة وإلى منطقة شفتة، وتم تفجير عن طريق، وذلك بالتواصل والتنسيق مع أبو سعد السمين المسؤول عن عمليات انتحارية في محافظة ديالة. بعد اندحار داعش الإجرامي من كل المناطق التي سيطر عليها بعد 10 حزيران 2014، عاد التنظيم وفلوله لأسلوبه القديم بلجوئه للعمليات الانتحارية بهدف تحقيق نصر إعلامي ومحاولة إيقاع أكبر قدر ممكن من الأرواح في صفوف المدنيين. وركز التنظيم الإرهابي في تلك العمليات على محافظة ديالة لطبيعتها الجغرافية التي تمتاز بالوعورة وكثافة بساتينها وتماسها المباشر مع شرق محافظة صلاح الدين من جهة وجنوب غرب محافظة كركوك من جانب آخر. وفي ديالة كان تجهيز الانتحاريين يتم عن طريق شخصين رئيسين، الأول هو الإرهاب المكنى أبو أحمد مركزية باعتباره الرجل الأول لمفارز الانتحاريين في العراق، والثاني هو الإرهاب المكنى أبو سعد السمين المسؤول عن نقل الانتحاريين في ديالة. وهنا يشرح مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ديالة كيف يتم جلب الانتحاريين والمراحل التي يمر بها الانتحاري قبل لحظة تفجير نفسه. أبو أحمد الملقب أبو أحمد مركزية أو أبو أحمد حدود اللي اسمه الصريع علي إسماعيل حسن شراد العزي، وهو من أهل قرية شراد في منطقة قليفي خانقين، وهذا كان مسؤول عن نقل وتجهيز الانتحاريين الأجانب وإرسالهم إلى كل مناطق في العراق لغرض قيامهم بتفجير أنفسهم. وهذا كان أيضا ضمن مجموعة كاملة لكل منها دور، فهناك من يزرع تلك الأفكار عند الراغبين بالانتحار أو ما يسمونه في فقههم العمليات الاستشهادية من خارج البلد من خلال التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي والتصوير أنه العراقيين كفرة والعراقيين، وهناك مجموعة تقوم بإدخالهم من الحدود إلى داخل العراق، وهناك مجموعة أيضا تهيئ لهم المأوى، وهناك مجموعة أخرى تهيئ لهم مستلزمات التفجير من الأحزمة الناسفة، وهناك ما يسموهم بالشرعيين اللي يغرزون هذه الأفكار في داخل عقولهم. اشترك الإرهابي أحمد حسن محمود المكنى أبو فرح منذ انتمائه لتنظيم داعش الإجرامي في العديد من العمليات الإرهابية التي نفذها مع أفراد زمرته، حيث عمل داخل التنظيم بصفة جندي يحمل سلاح النوع كلاشينكوف بشكل دائم. ونفذ المكنى أبو فرح أولى عملياته أواخر عام 2014 باشتراكه بهجوم إرهابي استهدف قوات البيشمركة المتمركزة في معمل الجص الواقع على الطريق الرابط بين ناحيتي قرتبة وجلولا، حيث هاجمت المجموعة الإرهابية ليلا مستعملة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كافة من قنابر المورتر الهاون والار بي جي 7 والأحاديات أو ما يسمى 14.5 و12.5 والبي كي سي، فضلا عن الأسلحة الخفيفة. العمليات اللي كلفوك بها
العمليات سيدي قمت بالمنطقة اللي هي المنطقة كنا بها، قمت بعملية بهجوم على معمل الجص اللي يقع على طريق قرتبة جرولان. هجمنا ليلا على كان بقوات البيشمركة، هجمنا عليه 3 ساعات استمر الهجوم وما قدرنا نتقدم عليه وانسحبنا. من اللي انطاكم الأوامر؟ الأوامر كان بذاك الوقت الموجودين أبو إسحاق وأبو زيد، كانوا هم العسكري والأمير. والأفراد المجموعة اللي وياك؟ أفراد المجموعة كانوا وياي أبو شيبة ومن باهيزة وأبو حازم ووقتها انصاب محمود علوان انضرب بها. كنا احنا تقريبا 5 يعني ما اذكر اسماء الباقين. شنو دورك بالعمليه انت؟ دور بالعمليه كنت، هم تقدموا 3 يعني للبيوت الاماميه يضربون النقطه، وانا واحد وياه بقينا وراهم بكم بيت يعني غطى ظهرهم خاف يصير التفاف شيء عليهم، وبقى استمر الهجوم. قلت له ضربوا عليهم صواريخ قاذفه بكيس قراده ويتقدمون ما قدروا، وقالوا رجعوا علينا قالوا ننسحب. سلاح الان شن شايله كلاشينكوف. في تلك الفتره سعى التنظيم بشكل او باخر للسيطره على مناطق شمال شرق دياله ليقتربا من مدينه السليمانيه ومناطق جنوب بعقوبه في محاوله للوصول لتخوم العاصمه بغداد، لكن التخطيط الاستراتيجي للقوات الأمنية بصنوفها كافة مع قوات البيشمركة وأسناد الحشد الشعبي وتعاون الأهالي في تلك المناطق حرم التنظيم من تحقيق مبتغاه في ذلك المخطط، الأمر الذي جعل محافظة ديالى مقبرة لعناصر التنظيم الإجرامي، حيث بدأت القوات الأمنية تحريرها لمناطق ديالى في آب 2014 بدءا من مناطق إنجانة وصولا إلى حوض العظيم وجلولاء والسعدية، فضلا عن تطهير بزايزي بوهرز وغيرها من المناطق. عام 2016 اشترك الإرهاب المكنة أبو فرح بعملية إرهابية استهدفت القوات المشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي الموجودة في منطقة حقول عجيل وعلاس التابعة لمحافظة صلاح الدين، حيث كان التنظيم الإرهابي يشن هجومات على تلك المنطقة منطلقا من مناطق الحويجة والرياض والرشاد والزرقة، لما تعنيه تلك المنطقة من أهمية كبرى لدى التنظيم لاحتوائها على حقول النفط من جانب، وكونها حلقة وصل بين صلاح الدين وديالى وكركوك من جانب آخر. هيئ التنظيم الإرهابي في تلك العملية 10 المقاتلين في محاولة منه لاستعادة السيطرة على حقول النفط، واستدعى مفارز ما تسمى ولايتي كركوك وديالة في ذات الوقت. العملية الثانية؟ العملية الثانية بحقول علاس. بدأ الهجوم قبل الفجر، ظلمة، تقدمنا راجل مشي، وصلنا قريب عن النقاط، وكان الجيش متحصن يعني ماخذ المنطقة ومتحصن بها تحصين قوي. يعني اشتغلنا عليهم، ردنا هم نتقدم عليهم ما قدرنا، واستمر الهجوم لتقريبا 8 إلى 9 الصبح وانسحبنا. قد كانت اعدادكم؟ سيدي كانت اعدادنا يعني كبيره يعني بذاك الوقت يعني من دياله. واحكي لي بالتفاصيل قد اعدادكم الاسلحه، من اللي انطاكم الاوامر؟ شلون سلكتوا الطريق؟ شلون انسحبتوا؟ هيك من كان موجود بالنقطه؟ الاوامر كان بوقتها العسكري ابو عائشه، والأمير ماله أبو حذيفة دياله، كان هو من عنده تجي الأوامر. وهجمنا على والأعداد كان قلت لك سيدي كبيرة يعني ما أذكر اسمهم. يعني المفرزة كنت وياهم؟ المفرزة كنت أنا بها، كان واحد أبو حذيفة، أبو سعد البلام، كان واحد يقول له أبو ياسر، يعني هواي كانت أسماء سيدي. فهجم يعني ورحنا احنا سلكنا يعني طريق راحت بسيارات، وطريق رحنا لهم يعني مشي. السيارات تكون يعني تفتح الطريق، كان مسدود ساتر جدا وشفل وما قدروا يفتحونه، واحنا يعني اشتغلنا هم من عليهم رادة والشفل ضربوه وما قدر يفتح الساتر. لما تكشف الجو جاء الطيران السمتي، طيران العراقي ضرب السيارات حرقهن، وبعد لما ضرب السيارات احنا انسحبنا ورجعنا. وبالقرب من موقع العملية الإرهابية التي اشترك بها الإرهابي أحمد حسن محمود
ضمن منطقة حقول عجيلي وعلاس، وبصحبة أبطال مديرية استخباراتي ومكافحة إرهاب ديالة وخلية الصقور الاستخبارية، تحدث الإرهابي المكنى أبو فرح عن تلك العملية بالتفصيل. من ضمن العمليات الإرهابية اللي نفذها الإرهابي المكنى أبو فرح الإرهابي أحمد الهجوم على ثكنات عسكرية في منطقة جبال علاس وعجيل. حدثني عن تفاصيل هذا الفعل الجرمي اللي قام به مع مجموعة الإرهابية، عدد أفراد المجموعة، فضلاً عن ذلك نوع الأسلحة، الهجوم ليلاً صباحاً، وأيضاً ما الذي كان مستهدف من هذه العملية، يعني لماذا الهجوم على هذه الثكنات العسكرية في تلك المناطق، علماً أنه هذا الإرهابي يعني انتقل من أكثر من قاطع وعمل مع أكثر من مفرزة، وأيضاً عند الكثير من العمليات الإرهابية اللي نفذها في مناطق مختلفة. حدثني عن عملية استهداف الثكنة العسكرية اللي كانت في منطقة عجيل وعلاس. نعم. أو في مناطق عجيل وعلاس. بدأ التجمع ليلاً قبل الفجر ولاية ديالة ومن ضمنها ولاية كركوك، وكل من يهجم على محور. فكان حصة ولاية ديالة يهجمون على قاطع علاس وكركوك على عجيل. فإحنا مجموعتنا ردت مجموعة الديالة الموجودة تقسمت همين مفارز. المفرز الآن كنت بيها كان بيها أبو حذيفة، أبو سعد، أبو ياسر، هذولا كانوا مفرزتنا، أبو عمر، وكانت أسلحتنا مختلفة. أنا كنت شايل كلاشينكوف وبيهم شايلين بي كيسي قاذفة. بدأ الهجوم، العمل بدأ قبل الفجر، بدأ التقدم نحو الثكنات العسكرية، وكان الثكنات في يعني بداخل الجبل، فطلعنا يعني مشينا مسافة ساعة حتى وصلناها، وبدأ الهجوم قبل طلوع الشمس بساعة. بدأ الهجوم على نقاط هجمنا، كان يعني تركيز القوى المهاجمة أنه لازم الشفل يفتح سواتر حتى يكتم الهجوم. فهجمنا، بدأ العمل، كل المفارز اشتغلت، الشفل انضرب ضربة القوات الأمنية، فطلعت الشمس. لما تطلع الشمس والطريق ما مفتوح بعد يعني صعبة صارت، جاء الطيران العراقي عالج السيارات اللي كانت الموجودة عند التنظيم حتى تعالج يعني الطيران، هاي ما قدرت تعالج الطيران. طلعت الشمس، انسحبنا تدريجيا، رجعنا لمواقعنا، تركنا العمل لأن فشل. أسلحتكم شنو كانت؟ أسلحتنا كانت متنوعة، أنا كنت شايل كلاشينكوف، بيها شايلة بي كيسيات، بيها شايلة ام 16ات، فضلا عن اكو سيارات كانت يسمونهم الدفاع الجوي، هذول يشتغلونها من الطيران. على عامر المفرزة مالتكم او المجموعة؟ ابو سعد، كان يقول له ابو سعد البنون. كم محور شاركتوا؟ شاركنا ثلاث محاور، كركوك محورين، وكان ديال عليها محور. اشتغلنا على انت شنو كان سلاحك؟ انا كان سلاحك كلاشينكوف. نعم. رميت بالمعركة؟ اي رميت. ايش قد يعني تقريبا رميت؟ تقريبا مخزن رميت، يعني هي ما طولت، قلت لك الشفل لما عطل بعد انطوى امر السحر. شنو اهميه النفط بتلك المنطقه يعني لكم؟ النفط من اي ناحيه؟ يعني من ناحيه البيع، لو منطقه استراتيجيه مثلا مطلع على اكثر من مكان، لو شنو الوضع؟ لا من ناحيه البيع، من ناحيه الاقتصاد، يعني كان اقتصاد الدوله الاسلاميه يعتمد على النفط، ويعتمد يعني اكثر الاعتماد على النفط، لان هناك منطقه انحصرت، كان نفط بسوريا ونفط بالعراق، هو نفط كركوك. كانت المدن الصغيرة التي سيطر عليها داعش الإجرامي في ديالى من أوائل المدن وقصباتها التي تم تحريرها بشكل كامل.
لأن التنظيم الإجرامي لم يستطع السيطرة بعد 10 حزيران 2014 على مساحات واسعة فيها، فقامت القوات الأمنية بصنوفها كافة من تحرير تلك المناطق ثم تطهيرها وملاحقة فلول التنظيم الإرهابي فيها حتى جبال حمرين وغيرها من المناطق النائية الوعرة. حينها نقل التنظيم الإرهابي وأغلب عناصره من ديالا نحو قضاء الحويجة شمال غربي كركوك، والتي كان يسيطر عليها بشكل كامل. وفي تلك الفترة تحديداً انتقل الإرهابي أحمد حسن محمود المكنى أبو فرح إلى جانب والده المكنى أبو حمودي وأفراد مفارز قواطع السعدية وخالد بن الوليد وبلد روز وغيرها إلى تلك المدينة. رافق الإرهابي المكنى أبو فرح والده في تلك الرحلة، وهناك تمت هيكلة ما تسمى مفارز الديالة، ونقل الإرهابي المكنى أبو فرح إلى ما يسمى اللواء الثالث التابع لفرقة القادسية. عمل هناك في الاتصالات الخاصة بالتنظيم، ثم تم نقله إلى ما يسمى ديوان الركاز المسؤول عن النفط والمشتقات النفطية. راحتك للحويجة وشنو شغلك وبيا فرقة بيا لواء؟ استقرينا بالحويجة. شغلي كان ضمن اللواء الثالث فرقة القادسية. بقيت يعني بعد كنت جندي، بعدين نقلوني على اتصالات اللواء. بقيت فترة على اتصالات اللواء. كان ذاك الوقت الأمير مال اللواء سامة أو أبو قتيبة كان أمير اللواء، فبقيت على اتصالات تقريبا شهرين، بعدين هو نقلني على محطة الوقود داخل الحويجة. يعني السيارات هاي مال الإدارية بالحويجة تجي نفولها. بقيت على هاي الفترة لحد ما صار التحرير هجوم القوات الأمنية. يا سنة؟ سنة 2017. شكلت الحويجة عقدة مفصلية لدى تنظيم داعش الإرهابي، فهي تمتد حتى حدود محافظة نينوى شمالا والشرقاط وبيجي في صلاح الدين غربا وديالا جنوبا. اجتمع فيها غالبية عناصر التنظيم الفاري من ديالا وبيجي والشرقاط والنمرود والسلامية والقيارة، حتى أصبحت الحويجة آخر المناطق المحررة شمالا. منتصف أيلول 2017 انطلقت عمليات تحرير قضاء الحويجة بمشاركة قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والعشائري، ومن عدة محاور كبدت فيها القوات الأمنية داعش الإجرامي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. وهزم التنظيم في تلك المنطقة شر هزيمة رغم كل التحصينات التي أنشأها التنظيم عند حدود المدينة. هربت فلول التنظيم وما تبقى منها من الحويجة نحو ناحية سليمان بيغ التي تقع على بعد 90 كيلومترا شرق تكريت بين جبال حمرين ومدينة الطوز، ومن ثم تم فرز كل عناصر التنظيم القادمين من ديالة ونقلهم إلى داخل المحافظة عبر الطرق النيسمية ليستقروا في أوكار الجبال ونارين وحمرين التابعة لما يسمى قاطع خالد بن الوليد. وكان الإرهابي أحمد حسن المكنى أبو فرح أحد الذين تم نقلهم إلى جانب الإرهابي سلطان حسن عبد الستار المكنى أبو خاطر الذي عرضنا على حضراتكم اعترافاته في حلقة سابقة، والإرهابي أحمد علي إسماعيل المكنى أبو ياسر وغيرهم من عناصر التنظيم الذين وقعوا في قبضة القانون بفضل الملاحقة والمتابعة الدقيقة لأبطال استخبارات ومكافحة إرهاب ديالا بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية. بعد ما هجمت القوات الأمنية انسحبنا باتجاه اللواء الثاني، اللواء يسمونه باتجاه سليمان بيغ الصديق. هناك كانت مناطق يسمونها الحاوي، يعني شلون البحيرة بس ما بيها مي، يعني وديان وبيها قصب وبيها زل وكل شيء بيها. فنزلنا بيها، بقينا نتخفى بيها فترة لما يعني المنطقة راح سقطت. بقينا نتخفى بهاي المنطقة أنا ووالدي كانوا ويانا وأبو زهرة أبو كانوا ويانا هناك. بقينا نتخفى لحد ما صار تقسيم، قسموا يعني الولايات، كل ولاية ترجع لولايتها. جاء التقسيم بوقتها كان هناك أبو عمر قسم الو، فقاموا ينقلونا وجبات، يعبروننا على العظيم، ومن العظيم يعبروننا كل من منطقته. ف
فقسمونا، جت وجبت عبرت، عبرونا على بحيرة الزرقاء، من بحيرة الزرقاء عبرنا على العظيم، من العظيم عبرنا على صناديق، النوب عبرنا للنارين للبحيرة. وصلنا هناك شهر العاشر ألفين، شهر الأحدعش 2017. أوائل 2018 كان الإرهابي أبو عايد ما يسمى والي ديالة يتنقل ما بين منطقة نارين وجبال حمرين، ويدير العمليات الإرهابية هناك في محاولة منه لجمع شتات التنظيم وتنفيذ أي عملية مهما كانت بسيطة بهدف إرعاب الأهالي في تلك المناطق. في الوقت الذي كان فيه الإرهابي حسن محمود المكنى أبو حمودي والد الإرهابي أحمد يشغل منصب المسؤول الإداري للتنظيم في بحيرة حمرين والمناطق المحيطة بها. احنا لما وصلنا كان هناك الوالي اسمه أبو عايد، كانت طبعا الجيش كان كله جي من جيش ديالة مال الولايه، كله كان متكدس ببحيره حمرين، فقسموه. احنا انا كنت بمضافه الاداره يسمونها، كان بيها والدي وسلام دانا وابو مريم وابو ايوب، هاي كنا بيها احنا، يعني هذول اللي يشتغلون على الاداره يجيبون اكل ينقلون هناك. زين، والدك شنو كان شغله هناك؟ والدي كان هناك مسؤول الاداره مال البحيره، عن نقل على ارزاق يجي بكيل هناك، كان يشتغل لحد ما ضربت قصفه الطيران العراقي بالبحيره، كان راكب بلن وقصفه. شو يلقبون؟ يلقبون ابو حمودي. افراد المجموعه اللي وياه كانوا انقتلوا وياه، بس هم اثنين راكبين بالبلم، واحد يقول له ابو حارث وهو ابويا ابو حمودي ضربتهم طيران. زين، الاشخاص اللي اشتغلوا وياك الافراد منو الافراد اللي اشتغلوا وياي؟ اللي تعرفهم؟ اللي اعرفهم، نعم سيد سلطان كان وياي، جاسم، ابو هذول يعني القت عليهم القوات الامنيه القبض، أحمد بن أحمد مركزية، وأبو زهرة، أبو خالد، أبو أسماء، أبو مريم، يعني أسماء اللي أذكرها هذه كانت موجودة يعني ويانا. أوائل عام 2018 لم يبقى لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالة سوى الجحور ليختبئ فيها، مستغلاً بعض المناطق النائية كأطراف بحيرة حمرين التي تمتاز بوجود نباتات القصب الكثيف والمبازل. ومن هناك كان ينطلق عناصر التنظيم لتنفيذ بعض عمليات القتل الإجرامية بحق المدنيين في القرى البعيدة عن مراكز المدن. وهناك ومن وكر نارين كان حينها الإرهاب المكنى أبو جعفر أميراً لقاطع خالد بن الوليد، حتى اصطاده صقور الجو العراقي وقتله مع 9 من أفراد مجموعته بضربة جوية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة. وبعد مقتل الإرهاب المكنى أبو جعفر، تسلم الإرهابي رياض دبش المكنى أبو غانم مسؤولية القاطع، والذي عرضنا في حلقات سابقة اعترافاته بارتكابه الجريمة النكراء بعد إلقاء القبض عليه من قبل أبطال جهاز المخابرات الوطني. وفي تلك الفترة حدثت حادثة الصيادين الأليمة، حيث أقدم التنظيم وبأوامر مباشرة من الإرهابي أبو غانم على قتل 3 صيادين كانوا يكتسبون رزقهم من صيد الأسماك في حمرين. بعد مقتل أبو جعفر اللي هو آمر قاطع خالد بن الوليد، كلفني جان التكليف من والد ياله اللي هو أبو عايد أن أستلم قاطع خالد بن الوليد كآمر قاطع. صدرت أوامر من والد ياله اللي هي بصفتي يعني آمر قاطع، فأني ضمن مسؤولياتي أنه صدرت الأوامر للمفارز أنه ممنوع منعا باتا أنه أي صياد يقترب للبحيرة. وعن تلك الجريمة النكراء
تحدث الإرهابي أحمد حسن محمود المكنى أبو فرح انطلاقا من أنه في نفس القاطع والوك الذي يديره الإرهابي رياض دبشي والذي أمر بقتل الصيادين، ويظهر بتسجيل فيديو وهو يقف فوق الزورق ويثني على المجموعة التي نفذت العملية الإرهابية الجبانة بحق المدنيين العزل الذين لا ذنب لهم سوى سعيهم لكسب لقمة العيش. لما جينا أول 20 يوم كان أمير القاطع أبو جعفر، 20 يوم كان تضرب الطيارة كتلته هو وأفراد مجموعته 9، بعدين خلوا أبو غانم. أبو غانم شو اسمه؟ أبو غانم اسمه رياض، أعرف يعني اسمه رياض دبشي يقولون. حوصر تنظيم داعش الإرهابي في جبال ديالى ووديانها، وتواصلت عمليات مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في أكثر البؤر الصعبة في المحافظة، حينها اضطر العديد من عناصر التنظيم لمغادرة المحافظة والتخفي في مدن أخرى متوهمين بقدرتهم على إخفاء أثار جرائمهم التي ارتكبوها، لكن لا أحد يفلت من قبضة القانون وعيون أبطال الأجهزة الاستخبارية التي تقوم بعمل دؤوب بهدف تأمين المناطق والاقتصاص من القتلة والمجرمين. شلون سحبت رجعت الكركوك؟ رجعت الكركوك استمسكات من اللي السيارة اللي وصلتك شلون؟ من هناك المنطقة قريبة على خط على طريق جلولاقة رتبة، رحت مشي وكان عندي رقم تاكسي، بس التاكسي يعني مو عرف سيدي، يعني اتصلت بك شخص عادي من القرصة على التويا ورحت الكركوك. كان بوقتها يعني أنا أدري باسمه يعني ما مطلوب، فمشيت بجنسيتي يعني ما وصلت بها لحد كركوك. بقيت بكركوك هذن السنة ونص تقريبا، بقيت أشتغل هناك لحد ما ألقت القبض علي القوات الأمنية بالليل الساعة 2 2020 شهر 1 7 1 2020.